السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة هذه على ريزيدنت ديفيل فيلاج اللي ما تهبطتش على السويتش لكن هبطوا الديمو. أما الحاجة الجديدة إنه هذه سيستم تحت سيستم كلاود، يعني السحابة، يعني الرابر كلها موجودة عبر الانترنت. لازم يكون عندك كونكسيون كبيرة قوية باش تنجم تلعب اللعبة هذه. دونك هذا كان شو هبطوا ديمو باش نجربوها. اللعبة تخرج في أكتوبر إن شاء الله. دونك باش نجربو الديمو نشوفو الكونيكسيون تاعنا توصل والا لا. نبداو على بركة الله. هي لعبة خرجت عندها برشا في منصات غير بلاي ستيشن 5 و 4 و البي سي و الاكس بوكس، لكن باش تخرج ان شاء الله في شهر اكتوبر 2022 على جهاز السويتش نينتندو. كيما قلت لكم سيستم كلاود هاي فيها النسخة العربية. الحاجة اللي بيها هي ذاك علاش فيها النسخة العربية. كما قلت لكم يلزمها كونيكسيون قوية، يعني يلزمها تاكل برشا انترنت، سورتو اللي ما عندهمش كونيكسيون ليميتي، يعني لا محدودة. خاصة اخوتنا في مصر عندهم كونيكسيون محدودة. دونك هذه هي الديمو باش نجربو الكونيكسيون. اوكي باه. علاش يوكا خاطر جربت هذه تا نمشيو بكونت واحد اخر نجربوها. كالعادة زورونا على الموقع تونيزيا شارب بوان جا، زورونا على قناة يوتيوب لتس بلاي زياد وعلى الباج الفيسبوك لتس بلاي زياد. ان شاء الله تخدموني. خاطر انا جربت الديمو على الكونت الاخر، الكونت هذا مجربتش عليه. اما نورمال مو الديمو يقعد محلول للناس الكل، وقت تحب تعاود تجرب تجرب. اوكي اخرك الجو فا بيانتو كومونسي في باسيونتي شوية صبر. كما قلت لكم يلزمها كونيكسيون عالية برشا. كما تشوفوا من غاديكا تشوفوا الكونيكسيون تاعنا أغلبية طولوا عب إن شاء الله باش يعاودوا يخرجوا. الأغلبية مش يكونوا بنفس السيستم، سيستم تاع السحاب. نشوفو لي بارامتر. باهي بالنسبة للكلام، يعني للصوت، للصوت مثلاش عربي، ثم أونجلي، ثم أونجلي، فرنسي، إيطاليان، ألمانية، إسبانيول، روس، برتغالية متاع برازيل، شينوا، جابونيز، أونجلي، أوكي، فرنسي. بالنسبة للونج دي تكست اللي هما لي لونج دافيشاج ونتاع المنيو كل شيء، هوني ثم اللغة العربية نورمالمون.
العربية لغة النصوص، الترجمة كيف كيف، تفعيل، إخراج الصوت خليها كما هي. نعم باهي، هوني حجم الترجمة، حجم نتاعها عادي خير، لون الترجمة أبيض، الخلفية تفعيل، أما نعملو الشفافية نتاعو هكا باهي. عرض المتحدث يعني اسمه إيثان، أوكي. نصوص توضيحية، جوالي يرن كيف كيف، شعيرة التصويب نعمل تفعيل، أوكي. هذه أقصى سطوع، أوكي، نورمال، كل خليوها متوسطة. أوكي. كيما تشوفوا حسب الكونيكسيون فيلاج ريزيدنت ايفيل كلاود. شغل عرض القلعة، هذه الخيارات وهذه البيانات فريق العمل، نمشي عرض القلعة، ديما نخليه عادي، صعوبة يعني سهل عادي ولا صعب. باهي، قد تكون ابنة إيثان في القلعة، داخل القلعة التي تلوح في الأفق ببصيص من الأمل في العثور عليها، لكن ما عثر عليه في المقابل كان ترحيبا غير سار. كاستل، قصر دي ميتريسكو. النظر بالإير والمشي بالإير نورمالمون، والخريطة عرض المواد، اختار الفرد، إنه مغطى بدماء جافة، صار الركض، وتنتهي الديمو. عطينك ديمو من فوق 5 دقائق باش نجرب بها الكونيكسيون نتاع اللعبة، باش نجم نشوف اسك تفاها ولا لا.
نمشيو نينتندو اي شوب ونشوفوا سوم اللعبة نتاعها قديش وقتاش تخرج ان شاء الله. كيما نشوفوا سومها براسك 50 دولار كندي، ديما نقولوا دولار كندي مش دولار امريكا. وما تنساوش انه ديجا باش يخرجوا انواع نتاع ايزان ديفيل كلهم ديجا باش يخرجوا ان شاء الله، لكن فيلاج كلاود باش تخرج ان شاء الله. كيما تشوفوا المساحه نتاعها 57 ميجا اوكتي يعني مش برشا. باش تخرج ان شاء الله نهار 28 اكتوبر 2022، يعني قبل نهاري من هالوين ان شاء الله. دونك نخليكم ونقول لكم ان شاء الله نتحصلوا عليها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، كان سهل ربي ان شاء الله تلقاوها عنا ونلعبوها ان شاء الله. نخليكم تو نقول لكم الى اللقاء، زورونا على الموقع تنشر بونجا، زورونا على قناة اليوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله.